أود أن أقوله هو أن الأمراض فيما سأقول لا يتعلق بمحاضرة، ولا أريد لها أن تنعت بالمحاضرة. وضعت لها عنوانا والحداثة، وأرى أنه إسهام في هذه الندوة المفتوحة عن الحداثة، وإن كان نظر إليها من منظور مغربي. بطلب من الإخوان أسهم في مبحث الحداثة من منظور مغربي، والعنوان العرض اللي بغيت نعمل أعطيته عنوان نحن والحداثة. فنمن الخارط بعده في الحداثة انخراطا كليا، نحن مقبلون عليها، هي مشروعنا وهي قدرنا، لكن الأمر لا يخلو من عرائق، من عراقيل ومن صعوبات. الحداثة لغة كونية، ولكن لنا مكوناتنا الذاتية، كيف نوفق بين هذه وتلك؟ ما هي الأشياء التي علينا الأخذ بها بدون تحفظ، وما الذي يتعين علينا مراجعته؟ مشروع تنخرط فيه الجامعة بطبيعة الحال بشراكة مع هيئات مدنية من الأكاديمية المدنية لحقوق الإنسان والديمقراطية والجامعة الربيعية، وهو يعني ائتلاف علمي من أجل البحث في واحد المشروع اللي هو مجتمعي، وهو كيف يمكن اليوم يعني في المغرب أن نفكر في الحداثة كمشروع مجتمعي. وبطبيعة الحال هذا المشروع المجتمعي له مواكبة قانونية، بمعنى كيف يمكن أن تنخرط فيه المؤسسات الأكاديمية إلى جانب المؤسسات التشريعية وكثير من المؤسسات اللي هي يعني معنية منها المؤسسات المدنية. وبالتالي فهذا المشروع انطلق من ائتلاف ديال متخصصين في حقوق المعرفية متكاملة، منهم الفلسفة، علم الاجتماع، الانثروبولوجيا والقانون. فهذا المجمع هو الذي يمكن أن يفضي إلى واحد يعني ربما يعني نأمل أن نساهم في هذا المشروع ديال بناء حداثة من منظور مغربي، أو كما سماه كبير الخطيبي يعني المغاربة والحداثة. بطبيعة الحال اللي فيه الحداثة من منظور مغربي يساهم فيه الجميع، وبالتالي غادي يكون عندنا واحد 4 ديال المحطات الأساسية أولى مع السي سعيد بن سعيد العلوي المفكر الذي بدأ في التفكير في الحداثة والإسلام، الحداثة والدين. ثم كذلك السي عبد الله حمودي الذي شرفنا في آخر محاضرة له عن ما قبل الحداثة، وهو كتاب مهدى الماستر ومهدى لهذه اللقاءات. وكذلك السي الساعف الأستاذ الساعف والأستاذ بديس والسي عبد السلام بن ميس، هادو يعني من الأعلام الذي نعول عليهم في هذا المشروع. وشكرا لكم. أهلا وسهلا، سعيد بهذا اللقاء طبيعة الحال العابر بسرعة، لأن الوقت يداهمنا كما نردد في كثير من الأحيان وفي كثير من اللقاءات. الفضل يرجع إلى زميلي وأخي وصديقي الدكتور رشيد قديرة، الذي انفتح أولا على الكليات بصفة عامة، وهذه أعتقد بداية حداثة في هذا التعايش بين هذه الكليات التي كانت تفصلها أسوار أكثر من ألمانيا. إذن فهذا انفتاح على الآخر وتيمة أو التفكير في إنسان ما كنت أعتقد أساسا على أن كلية الحقوق سوف تحتفي به، لأن من باب أولى وأحرى أن نحتفي به نحن في كلية الآداب، علما من حسن الصدف أن الدكتور سعيد بن سعيد وأنا طالبه عندما كان في جامعة سيد محمد بن عبد الله. والتيمة التي اختارها السي رشيد هي تيمة تتمشى مع هذا الماستر الدقيق جدا على مستوى المصطلح، الدقيق جدا على المصطلح، إلى درجة أن اختيار الأستاذ للمحور الذي يمكن أن يناقش فيه كان اختيارا مفتوحا، وهو يسب في الماستر بتفصيله وبقيام تشريح لمصطلحاته المركبة، والتي أعطت لنا انفتاحا حداثيا. والحداثة حداثات كما تعلمون جدا، وهنا نتقاطع ونتكامل بين ما هو في العلوم الإنسانية، ما درسناه في العلوم الإنسانية وفي القانون.
إذن فبالنسبة للحداثة التي سوف يتناولها أستاذنا بطبيعة الحال تنطلق من العالم الإسلامي، كان مقررا أن يتناول الديمقراطية والعالم الإسلامي بطبيعة الحال والعدالة وهلما جرى، ولكن اختار السي رشيد مفهوم الحداثة، ومفهوم الحداثة هو زئبق بطبيعة الحال لا يمكن أن نحلله إلا في سياقته وفي كرونولوجيته. إذن فلقد كان الاختيار موفقا لا بالنسبة لاستضافة هذا المفكر ولا بالنسبة للتيمة التي سوف نناقشها. إذن وسوف تعيشون معنا لحظات مفصلية ونحن نتناول هذا الموضوع من خلال هذه الشخصية التي تجمع مرجعيات ثقافية متعددة إلى درجة أنني أصبحت كما أقول دائما لطلبتي على أن التخصص يقتل، ولكن اليوم سوف نعيش انفتاحا كما يعيشه السي رشيد و جلويتير ان شابو مكسيكان في هذا الاختيار وفي هذا اللقاء العابر أعتقد بين الرجلين، والرجلين بطبيعة الحال يتكاملان لأنهم لا يشتغلون في المحل فقط بل منفتحين على ما هو وطني وما هو عربي وما هو دولي. إذن فالموضوع مغري للمتابعة، وهو أعتبره إضافة نوعية ودليل أنكم سوف تعيشون. هذه هي المداخلة الأستاذ الدرس الافتتاحي مع المداخلات الجانب الأدبي، لأن الرجل يجمع بين المفكر وبين المبدع وهذا ما احتفظ به، ونسينا الرجل الإداري ونسينا كيف استطاع أن يجمع بين هذه، كما استطاع الدكتور رشيد أن يجمع في هذا الماستر بين ثلاثية مرجعية ثلاثية مغرزة بشكل كبير جدا. يعتبر هذا اللقاء الخاص بالمفكر المغربي سعيد بن سعيد العلوي تكريما لجيل بأكمله، وتكريما لمسار هذا المفكر الاستثنائي بالنظر إلى ما ركمه لا فيما يخص الدراسات والكتابات الفلسفية والفكرة الرصينة، ولا فيما يخص التراكم الذي حققه في مجال الرواية. أعتقد على أن تكريم دكتور سعيد بن سعيد العلوي في رحاب كلية العلوم القانونية بأتملون هو في الحقيقة يندرج في سياق تكريس ثقافة الاعتراف وتحبيب الطلبة في الفكر وفي الإبداع وفي التراكم المعرفي. وبهذه المناسبة تندرج ورقتي في سياق الشهادات حول مسار هذا المفكر الاستثنائي بالنظر إلى الرهانات الفكرية والإبيستيمولوجية التي اشتغل انطلاقا منها، ولذلك حاولت في الورقة كما تابعتم الحديث عن مسار هذا المفكر وعن رهاناته الفكرية الكبرى، سواء فيما تعلق بالبحث في التراث وإعادة الاشتغال على التراث، أو فيما يخص رهاناته في الاشتغال على التحديث وعلى المسألة الوطنية في أبعادها وتجلياتها المختلفة، ورهاناته الفكرية التي صاحبت هذا المفكر فيما قبل الربيع العربي وفيما بعد الربيع العربي، انطلاقا من اشتغاله على مفهوم الدولة المدنية وعلى الإسلام السياسي وعلى الحداثة. ويمكن أن أقول يعني بكل تجرد على أن السي سعيد بن سعيد العلوي قد راهن على مسألتين أساسيتين، هي أولا تحديث المجتمع المغربي على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع، وكذلك رفع شعار الحداثة باعتباره مدخل أساسي للدولة الحديثة. ولذلك العديد من كتاباته وحواراته في عدد من المواقع لا المغربية ولا العربية تندرج في هذا السياق، لقد تبنى الحداثة بشكل مبكر ودافع الحداثة إلى يومنا هذا، وكل كتاباته تشهد على ذلك. بطبيعة الحال انطلاقا من كتاباته حول الفكر المعتزلي إلى كتاباته حول الإسلام والدولة المدنية والإسلام السياسي وكتاباته الأدبية الرفيعة، يحاول السي سعيد بن سعيد العلوي أن يسجل مرحلة تاريخية مهمة وأن يكون شاهدا على العصر. وبالنظر إلى غنى ما تفضل بكتابته وإصداره في سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، يمكن أن نقول بكل تجرد على أن سعيد بن سعيد العلوي مفكر استثنائي.